السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، نتائج مباريات الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2024 المقام في كوت ديفوار بعد انتهاء مباريات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية اليوم الأحد 14/1/2024. قبل ما أبدأ أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في ساحة جنتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. متابعينا الكرام، اليوم الأحد 14/1/2024 الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية. نيجيريا تعادلت أمام غينيا الاستوائية 1-1، أحرز هدف نيجيريا فيكتور أوسومان في الدقيقة 38، هدف غينيا الاستوائية عن طريق إيبان سلفادور في الدقيقة 36. منتخب مصر تعادل أمام موزمبيق 2-2، أحرز هدفي منتخب مصر مصطفى محمد في الدقيقة الثانية، أسيست محمد صلاح والهدف الثاني عن طريق نجم مصر محمد صلاح في الدقيقة 97 من ضربة جزاء. هدفية موزمبيق عن طريق ويتي في الدقيقة 55، وباوكي في الدقيقة 58. غانا خسرت من الرأس الأخضر 1-2، أحرز هدف غانا ألكسندر جيكو في الدقيقة 56. هدفية الرأس الأخضر عن طريق جاميرو في الدقيقة 17، وغاري رودريغيز في الدقيقة الثانية من نقطة قدر ضعف في الشوط الأول. متابعينا الكرام، الدور الجولة الأولى بدأت أمس السبت 13/1/2024. كوت ديفوار فازت على غينيا بيساو 2-0، أحرز الهدفين فوفانا في الدقيقة الرابعة وجان فيليب في الدقيقة 58. خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات وترتيب الهدافين. مجموعة A تضم ساحل العاج أو كوت ديفوار مستضيف البطولة، المركز الأول 3 نقاط، نيجيريا المركز الثاني نقطة، غينيا الاستوائية المركز الثاني مقرر نقطة، غينيا بيساوي المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة بي التانية تضم الرأس الأخضر المركز الأول 3 نقاط، مصر المركز الثاني نقطة، موزمبيق المركز الثاني مقرر نقطة، وغانا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. أما المجموعة سي لسه ملعبتش في الجولة الأولى، تضم السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا. والمجموعة دي لسه ملعبتش، تضم موريتانيا وأنجولا والجزائر وبوركينا فاسو. المجموعة إي الخامسة تضم مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا وتونس. المجموعة السادسة والأخيرة تضم زامبيا وتونس والمغرب وجمهورية الكونغو. طيب متابعين الكرام، كان تعرف على ترتيب الهدافين. المركز الأول ألكسندر جيكو لاعب غانا سجل هدف، يتساوى مع غاري رودريغيز لاعب رأس الأخضر، وجان فيليبس لاعب ساحل العاجة، وجاميرو مونتيرو لاعب رأس الأخضر، ومصطفى محمد لاعب منتخب مصر، ومحمد صلاح لاعب منتخب مصر، وفينا لاعب كوت ديفوار واكتر من لاعب. اشترك القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.